لاحظوا الفضائيات أهل البيت كأنه لا وجود له وجود في مواليدهم في وفياتهم أحاديثهم علي الذي هو باب مدينة علم النبي صلى الله عليه وآله لا وجود له إلا فوجود باهت إلى أبعد الحدود نهج البلاغة وجود ما هذه مفخرة للمسلمين هذا معناه قال الله وأقول هذا خارج المنظومة نجي إلى داخل المنظومة القرآن الكريم يقول هذا مثال وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله الله يقول أنكحوا احنا نقول لا هذا مو معنى تقال الله وأقول الآن أغلب الشباب مو متزوجين أغلب الفتيات باقيات في البيوت الله يقول أنكحوا انا اضمن ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، احنا نقول لا. هذا مو معناته رفض القران الكريم عمليا. الله سبحانه وتعالى يقول: وامرهم شورى بينهم. يفيد العموم، هذه الصيغة تفيد العموم، اكو هنالك شورى في بيوتنا اكو شورى الرجل يتشاور مع زوجته والزوجة مع زوجها والأب مع أولاده والأصدقاء بعضهم مع بعض أو كل في فلك كل واحد ماشي في فلك معين الله سبحانه وتعالى في قضية الفطام وهي قضية جزئية يأمر بالشورى يقول فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور عندنا شورى إحنا في بيوتنا في مجتمعاتنا في إداراتنا في دولنا. الله تعالى يقول: "ان الله يامر بالعدل والاحسان". اكو احسان. الاحسان فوق العدل. احسان يعني فضل. لنفكر بمنطق العدل فقط. وإنما نفكر بمنطق الإحسان والفضل الرجل يعامل زوجته بالفضل المرأة تعامل زوجها بالفضل لا بالعدل نحن نريد من الله العدل أم الفضل ياه منه ماذا نريد نريد أن الله يعاملنا بعدله لو بفضله فضله طبعا اذا الله يعاملنا بعدل نهلك ولكن احنا عمليا نعامل الاخرين بالعدل اذا تعاملنا بالعدل طبعا هذه الاشياء تحتاج الى تطبيق